بتهوي لميكس انه ترجعوا على تونس. الكلمه هذه اول مره حكاها وناس راح تنصدم فيها. اذا قال لك ميكس بطل تيك توك باش نقتلك بتريحه. انت فاهم انه الداعمين يدعموا فيا بدهم ما يرتبطوا بيا ولا شو؟ كبسة برعاية الكلحة هوانا فلسطيني صندوق الأمان لمستقبل الأيتام. ميكسا في مشكلة بعيني، مش قادر أشوف غيرك. يا رب خذوا كل إشي وعطونا ضوح. ليش؟ لأنه عندنا كبسة بدنا نخش نكبس عليها. إخوان ترند الوطن العربي مش مخلية، تيك توك خلصت، نطت يوتيوب خلصت، الله يسترنا من الجاي. تركي لنا إشي ولك تركي لنا إشي. أبو الدي جاي على الاستوديو بالتلسكوب عليهم. نقول ضيفتنا مليون لليوم شخصية محبوبة ومشهورة لديها الكثير. في فترة محدودة. أوكي. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ماما راضي. ضيفتنا لليوم ضيفة مشهورة كثير، محبوبة، ولديها أرقام خيالية. ضحايا. وش بيكي؟ شو مقلب هذا ولا شو؟ لازم تختمها في رمضان. انت ليه لازم انت جاي على الاردن تتكحوش على البرامج وترجع تونس ولا حد عامل معك مقابلات؟ جيبوا لي كرسيين، في حكي كثير. بدي اموت يا اخوان، بدي اموت. يعني هيك تمقلبوني في برنامجي؟ لا 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 لا، عندنا كبسه. ضحى ما خلتيش برامج، لميت الكل وبدها تهرب. خلاص عندها 30 مقابله، والله ما بتتحركي من هون من تلسكوب الا وانا عامل مقابلتي. والله يلا هيك خلينا نشوف شو. جيبوا كراسي بسرعه، تلسكوب بسرعه. اسعد الله مساكم حبايب القلب. ضحايا يا اشرقت وانورت. طبعا اخوان برنامج ضحى، بس انا جاي اقابلها ببرنامجها كبسه. الله عليك، وين موجوده؟ بنكبس. فالمره هاي يعني بجوز تشوفوا الخلفيه هاي، بس انا المقدم يا حبيبي. جاي تلم وتروح على تونس. وين تروح؟ والله لا لا، برنامجي اقوى. والله انا ما عندي مشكله. تحدي يا زلمه، تحدي. ايه دقيقه انا اظبط حالي انا عشان هاي الحلقه رح تطلع بتونس، وانا تونس ما بعرفونيش لسه. بنات تونس شراك ومنت. المهم ضحى كبسه، اسئله فني عشوائيه ما فيش فيها عمق كثير، انا زلمه سطحي كثير. خذ راحتك، يعني لو بتعمق شوي ببين هبيله. لا عادي، فانا بدنا هيك فور فن. الفقره الاولى ضحى والزواج. شو الاشي اللي خلاكي تقولي ميكس هيو؟ يعني اول ما طلع لك على لايف هيو فاني زي ما قلت. فاني لما مزبوطش كل واحد يجي فاني نقول هيو. لا لا لا، ما كانش زي كل الفانيين. كان فاني حتة تانية. والله كان غريب. مش زي اي فاني شفته في حياتي. والله ضحى انو احلى، العرس المغربي التونسي؟ انت تونس من تونس. ايه؟ العرس التونسي ولا العرس الاردني؟ انت ضل تروح على الصين تعمل عرس. حرام عليك، سؤال قوي هذا. انو هيك استمتعت فيه؟ طبعا العرس في تونس حلو، يعني هسه الناس الكل حكوا انه عرس حلو. لكن في الاردن حلو تقاليدهم، لكن انا ما شفتهم، صرت شوي هيك. هذا رايحين عرض بالاردن مش في تونس. شوي احكي اردني شوي. بدنا نفهم. لا العرس في تونس حلو. حلو. لكن في الأردن أنا ما عشتوش، ما بتعرف شو صار في في زواجنا، صارت شوية هيك. حسيتي في إشي قاعد بصير، بخطفوني قاعدين. عراقيل وأشياء، لكن عادي. لو والله التقاليد حتى الأردنية حلوين. لطيفة. عادات في الأردن مش موجودة بتونس. كثير. أعطيني ثلاث. مش نحكي جملة ولازم تفهموا، إحنا في تونس كثير متفتحين. حلو. زي عنا هون. لا لا. قولي. لا والله كثير متفتحين، ففي عادات كثير. مثلا
مثلا في شويه انه العراس الشباب لحال والبنات لحال. هو انت بتخش، انا مره عملت عرسي في امريكا عزمت الاجانب اللي معي يجوا على العرس. فالزلمه لما اجى فات بقول شافني، شاف كله شباب، انا عرسي كان مش مختلط في امريكا. فلما دخل شاف انا مع 500 شاب قال لي برو واتس ذس، خف عقله اقسم بالله. اي احنا هيك يعني، لا هم في مدن قديمه يعني ما عاد اصلا في القديم ليه عرسنا مختلفه مختلطه. الواحد بيشتاق لامه هنا بالعرس بشوفهاش والله. ليه هي والله محليه تقاليدكم رايش. اما هذه هالشيء مختلفه ضحايا يعني. بكره بعد ما تجيبوا الشيخ الصغير ان شاء الله لما ربنا يرزقكم راح تفتحوا له حساب تيك توك ولا نوع؟ اكيد. لكن من الاول، مش هذا اول مره احكيها الكلمه هذه، اول مره احكيها والناس راح تنصدم فيها. انا ابني اول ما اجيبه من اول، مش من الاول راح اعرضه على السوشيال ميديا. يعني الا ما يكبر شويه ينجم هو مش حابب. ما بزبطش اذا طلع شبه ميكس تطلعيه على طول. لازم شوي شوي ليصير شوي تونسي بعدين بنصير نطلع على كهو لازمه يكبر شوي يصير عاقل، بلك ما يحبش السوشيال ميديا. حلو ميكس، بحبك يا ميكس، بمزح معك. لك يطلع شبح حنيطي مثلا. حنيطي العسل حتى وهو 50 مش حطلع عيسو الشديد. حنيطي بحبك يعني، حنيطي ورا الكاميرا يا اخوان. ضحى وحماتك مبين انه بتحبي حماتك كثير. طيبين هون الحموات والله. هيك والله احلى حمامات الاردن والله. حلوين والله. الله ما شفتيش شيء والله يا ضحى، ما شفتيش شيء. ضحى بعطيكي سنة راح تحكي لي ممكن العيد كبسة. لا لا والله لا، هي حماتي حتى مع زواج اخوات ميكس الاخرين ها اكثر من سنة والله. هي المرة لها اكثر من سنة. طب بعطيكي سنتين. لا والله راح يقلبوا لهم 17 سنة و20 سنة اخوات. حموات تونس لا ما احلاهم حيايا. ما في حيايا، ما اكو حيايا ولا ثعالين. لو وحدة كانت تتغزل بميكس على اللايف شو بتسوي؟ عادي عادي. ليش؟ ما فيش غيرة را لا لا، مش مسألة غيرة، خاطر أنا عارفة ميكس شو. شو ميكس؟ ميكس إذا وحدة ها. لا أنا بعرف ميكس. أنت بتعرف ميكس وأنا بعرف ميكس. وأنا بعرف ميكس. وأنا بعرف ميكس. معناته في ميكسين، في ميكس وقرينه لميكس. مستحيل مستحيل مستحيل. الله عليك. بتخلي ميكس يدخل تحديات مع بنات؟ قلنا عادي. لو مسكتي ميكس تحدي مع بنت كثير حلوة، بتدعمي ميكس ولا بتدعمي البنت؟ بدعمها هي البنت. قال لي اسود. ايه افوزها هي عشان تحكم عليه. ميكس ندعمه حيايا اللي تقرصه يطلع مع بنات. اسود فيش حيايا. ما فيش. لا لا، ميكس ندعمه حي عشان تقرصه. ولا بتحكي له ميكسا باش بس نطلع من اللايف ولا باش نكسر راسك؟ لا ما نقولش باش نكسر راسك، ولا باش نقتلك بتريحه. بتهدد يا اخوان بتهدد. مبدئيا خلصنا فقرة ضحى والزواج. ضحى والتيك توك قلوا الداعمين بعد الزواج؟ ليه كثروا بعد الزواج؟ كيف؟ والله هو بصراحة أنا بعد ما تزوجت زادوا صحباتي. ليه ليه يا أخي أنت فاهم إنه الداعمين يدعموا فيا بدهم يرتبطوا معي ولا شو؟ لا. ما فهمت يعني. لا لا لا، يعني بالعادة يعني بالعادة بكون إنه مثلا إنه بعد ما تزوجت خلاص. أي بحكي لك شيء إنه أنا بدعموا فيا بنات. أنا في نساء يعني متابعين من أمريكا من دبي يعني كلهم أغلبيتهم بنات يدعموا. شو يعني شو مطلوب من شو تحس هي رو في ناس تدعمك تحبك. أنا اليوم في داعم يعني أنا مثلا يطلع صاحبي مع بنت شبهي، بنت شبهي بدعم البنت الشبهي ما بدعم صاحبي. شوف أنت تدعم البنت. أنت تدعم البنت، لكن أنا والله في شخص مثلا أنا شخص بيدعم كل يوم بسكرات خيالية وما بعرفه مين وما بيعرفني مين. حلو والله ما عمرنا ما حكينا مع بعض. حلو انا فاهم، مش قصده الجيزة، بس هي فكره اللي هيك لما الواحد يتجوز خلص بقلوا. لا 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 كثروا. انا لا والله. حلو اذا قال لك ميكس بطلي تيك توك بضل على التيك توك. مزبوط بضل على التيك توك. ليه؟ مش معناها بخرب حياتي على جل التيك توك. لا بتناقش في الموضوع. اي بنت بتقول لك لازم نتفاهم بالموضوع او لازم نقعد نحكي، المحصله يعني اخر شيء راح توصل له اللي في راسها هي راح تعمله. تاكد تاكد. حلو بس راح اضل بتناقش بس اضل. قال انا حتناقش مع ميكس بس انا راح اضل. هسه ضحى، الحسابات البنكيه شراكه ولا الحب حب والشغل شغل؟ شوف كل واحد حسابه البنكي. انا عندي حساب بنكي، هو عنده حساب بنكي، لكن كارته عندي وكارتي عنده. حلو كل واحد عنده حساب بنك بس كارتك عنده عادي، اذا بده ياخذ الكارت ياخذ واذا بده ياخذ كارته ياخذ. ممكن تعطيني نسخه عن كارتك ونسخه عن كارته وانا اخليهم معي الكارتين؟
يعني لا اذا مش اذا بدي انا اخذ كارتو بغصب، لكن هو اذا بده بكيفي. حلو. لكن كارتو كارتي. حلو. وكارتي مش كارتو. قال كارتي كارتي وكارتو كارتي. آه. وكارتكو كارتي. ومصاريه مصاريه، لكن مصاريه مصاريه مش مصاريه. هذا هاي مش بس عنده، هاي عند كل امراه بتتنفس اكيد بسايتها. هذا قانون. مين المتابعين عندك اكثر، التوانسه ولا الاردنيين؟ اردنيين اكثر. اكثر. تحيه للشعب الاردني. والله الله عليها ضحى. اني اكثر بلد بصراحه على تيك توك قويين الدعم السعوديه. حلو. شو اكثر كلمه ممكن تحكيها ضحى لداعم وتكيف معه يبلش يرمي اسود؟ كلمه هيك بتهوي له صح. سعد دينك. سعد دينك سعد دينك سعد دينك سعد دينك. ماكو حدا يرمي له اسد. سعد دينك. ايش هي؟ يسعد دينك. بتضرب معه. أوه. أوه ببطل يشوف يرمي اسود. ضحى، تحدي بتعتبريه مقبول وتحدي بتعتبريه اهانه بصراحه؟ اوكي. شو يعني؟ تحدي يعني بتعرف في تحديات على التيك توك. تحدي بتعتبريه عادي اذا انصار على اللايف، وتحدي بتعتبريه لا هذا اهانه ما بعمله يلا اقلب وجهك. طيب اللعب لما بنلعب جوله وبنلعب اوكي انا خاطر بلعب وما بحمل الاحكام اللي تصير. حسب كم اسد؟ هسه اذا في اسود كثير كله مقبول. لكن انك تحكم علي بودرة على وجهك وبيض وكشيء مستحيل. هنا اكس ما بعمل جحت. ما بعمل الاحكام منكم. حلو. واللي بضله نايم تحت المي بالتيك توك لا لا بيسبح السمك. اسمع حتى في اليوتيوب راه في ناس بتعمل محتوى هيك، وفي ناس بتحمل في الفيسبوك في الانستغرام، فانت وين بتحط حالك بتلقى. حلو. تعليق استفزك، تعليق قراتي متي قلت لا ده هلكني. شو ما نجمش نقوله تعليق ما بزبطش. لا 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 هي هسه انقهرت لما تذكرت. وخلصنا من الفقرة الثانية مع ضحى ونروح على ضحى والأردن. الكلحة برمضان بيوصل لك الأكل سخن وطازة ولكل مكان. الكلحة هوانا فلسطيني. مرحبا، مع الصرخ من صندوق الأمان والصفين الأيتام. مظلوم تم الموافقة على طلب المنحة الدراسية. هاي الرنة اللي عم يستنوها الأيتام لتأمين مستقبلهم. هاي الرنة معناها أنه في حدا مآمن بأهمية التعليم. رن وتبرع لنرن ونعلم. التعليم أمانة. تبرع وساهم بتعليم الأيتام من خلال الاتصال على 06-5330-500 أو من خلال خدمتك لك على اسم الأمان أو موقعنا الإلكتروني وكافة المحافظ الإلكترونية. صندوق الأمان لمستقبل الأيتام. ضحى، سمعت انك بتهوي لميكس انه ترجعوا على تونس، وين الاستقرار بده يكون؟ احنا حط ايده على راسه وقال لك اكلنا هوا. طيب شوف، الحياه في تونس راهي حلوه وسهله كثير، وانا شفت وبسيطه وحلوه ورخيصه كثير. معناها رخيصه كثير كثير بتعيش، يعني كأنا فيك تشتري اللي بدك اياه ورخيصه. واحنا عندنا كمان بتعيش، يعني واحد راتبه 300 ليره اجار ودفعه سياره وبلات وبنصفي معك 200-250 اخر الشهر. مناح كويس البلد برضو، انت مالك. فعادي اذا عشنا في تونس مش عادي بنعيش، واذا بدنا نجي الاردن نجي، لكن احنا ما اقترحتش عليه الموضوع. انا زدت في الاردن لسه بفكر قريبا. لا والله لا، حلوه الحياه في الاردن زي دام، لكن هيك وهيك شوي شوي. احلى اشي ضحى عجبك في الاردن؟ احلى اشي اشي كان يسعد دينك زي ما قلتي لي. اوزي. اوزي اكلي الله عليك. اعطيني رايك بالمنسف بصراحه. باهي انا ما بحب الرز كثير، وما بحب الاكل الابيض، لانه احنا في تونس ناكله الحار، الهريسه الحاره، اكلنا كله احمر. فبالنسبه لي 50%. يعني المنسف ولا الطاجن؟ طاجين. طاجين. الطاجين اكيد اكيد. الله ليه انا عنصريه تونس كنت زي اي حدا. لا لا والله لا، نحب اكل تونس. حلو. اذا واحد زمر لك بالاردن بسياره الزمور شو بيكون؟ الزمور بكل زماره. زماره شو يعني بالاردن؟ عايش يدل الزمور يعني اسرعي. لا هلا في كل دول العالم لما تكون ازمه بزمروا الا بالاردن. كيفك؟
او عرفتك؟ لا اذا بيكون زمر يعني زعلان وينك بقول له شو مالك يا زلمه. الله ليه الله ليه. اهلك كيف تقبلوا موضوع ميكس؟ زلمه من الاردن ما بتعرفيه عمرك ما شفتيه، قلت لهم هيو على الصور، قالوا لك شو وين بدك تروحي؟ هي خطف، انت رايحه تنخطفي. والله حبوها ميكس، اي حبوه. اصلا انا قعدت يعني شهرين ولا اكثر شويه نفتح معاه لايفات، فالناس حبوه مش ما يحبوش اهلي. واهلك عندهم تيك توك؟ اه وبيحضروا؟ لا بابا ما عندوش. بكبسوا؟ لا امي تو تو بتفرج. تكبس امك لما تحكي كبسه؟ تكبس كلي انا. تحيه لام ضحى يا اخوان، تحيه لخالت ام ضحى. ام ايش اسمها؟ ام بلال. ام بلال آه الله يشفيها. الله يشفيكي، ادعوا لها يا اخوان. امين يا رب. ضحى خلصت من التيك توك، داخله على اليوتيوب، ايش بدك؟ تركي لنا إشي ضحى، إيش بدك؟ اكتساح. شو؟ خاصة في رمضان في أشياء تجنن. سامعين إخوان كيف اكتساح؟ موسيقى الإديتنج هذا. ضحى جوك هيك يعني الأول أو فش؟ بحب التحدي. لكن أنا تحديني شخص راهو يوتيوبر. تحداكي؟ قال لي مش رح توصلي لكن أنا رح. كنت قاعد في القعدة نفسها. آه. أنا وياك كنا قاعدين في تلسكوب. آه. حكى لها كلمة، قالت له أنا بفرجيك بعد سنة. بعد سنة رح تشوف. مزبوط. أجاك هدية من ميكس سيارة مزبوط؟ ليه؟ لا؟ ليه؟ ما لازم تجيني سيارة. ما أعطاكي؟ والله ما أعطاني. سمعت إنه ميكس جايب لك سيارة وأنت زعلت بدك مرسيدس وجاب لك مرسيدس. ليه والله ليه؟ ما يجيت أوبر. ما يجيت. ميكس رومانسي شغل هدايا وهيك ولا؟ مش في الحال، مش قدام الناس. مش قدام. حلو حلو. أحترم بصراحة. إيه ما يحبش قدام الناس. أحسن. ضحى بتعتبري انك صحصحتي ميكس على الدنيا شوي؟ كثير. انا هيك بحس. كثير كثير، حتى يعني اهله حكوا هيلي. اهلك؟ اهله حكوا له ضحى صحصحتك ولا ضحكت مش عليك؟ حتى مش حتى اهله لما في شغله ما يحكوش الميكس، يقولوا لي ضحى بالله ممكن تخليه يعمل هيك، راهو احنا ما قدرنا له. مش يا اخوان هذا ميكس احنا مسجلينه في مدرسه مش مجوزينه. انا كانت لما امي تشكي علي ترن على الاداره، ضيحكوا مع ضياء. مالك ميكس؟ قوية علينا، فأنت فيك تعملي له هيك وعلى السريع أموره تمام. أنا هيك بحس يعني. ضحى فهمتي ميكس مين معه ومين ضده؟ جد. كان نفكر الكل حبيبي وصاحبي وليخة وماشي. هو لما فهمته وريته أنه في تفرج فيه خبط في الموضوع. لما شاهد فاق على حاله. مش أنا ما بقوله لا ابعد على الشخص ذاك، بقوله تفرج شوف إذا لازمك تبعد ولا ما لازمكش، بيشوف إنه هو غلطان في طريق فيبعد. هي ما بتقول له ابعد أو ما تبعد، هي بتهوي له يعني على كيف كيفك يعني، بيبعد لحاله وهي بتهوي وتلاقيه وراه على حاله طار. إخوان أنا بدي أحكي شغلة والله. ضحى أنا أول مرة قابلتك أنا كنت أتابعك على التيك توك أشوفك. ولما مرة قابلتك هون حسيت كثير، قابلت ناس على التيك توك بصراحة، بس ضحى لما شفتك قلت انت في عندك اشي اعمق من التيك توك جد يعني. بحس شخصيه جد، حدا قوي مش حدا لا حدا صاحي ومش والله صار فجاه. تعرف الناس يحكوا لك والله نيه لا من التيك، لا انت لو بحس لو ما طلعت على التيك توك كنت حتطلعي من مكان ثاني والله. فريسبكت. ان شاء الله يا رب. شو لقب الزعيمه يا ضحى؟ الزعيمه شو هذا اللقب؟ والله كل لانه اخذت يعني ارقام الويله في الان البنت يعني في البنت الاولى في المشاهدات في اللايفات فهيك عطوه لي هم المتابعين. جو تحديات يعني؟ لا يعني اخذت ارقام او بنت لولانية تاخذ الارقام الكثيره في اللايفات في المشاهدات في زعيمه مش حل اكيد يعني. حلو. طب ليه ما تصيري اميره من اليوم مش احلى؟ باش نجيب ولاد سميه امير. امير. فام امير. أم امير. الله عليك. تعتبري حالك كاسره؟ شو كاسره؟ كاسره بالاردني فلسطيني يعني قويه. مش بعتبر حالي قوية، أنا قوية. لا أنا خفت، أنا كنت مرتاح لحد هسا. عن جد؟ والله وما في حل يعني. ضحى بتحسي هذا الأوبشن الوحيد. حلو. ناس بتعتبر التيك توك شحدة، أنت إيش بالنسبة لك التيك توك؟ زي الإنستغرام، زي اليوتيوب، زي أي تطبيق ثاني، ولسه مش فاهمينه وراح يفهموه، راح يجي يوم ويفهموه. ضحى بتختاري 100,000 دولار ولا سيارة تمشيك من أول عمان لآخر عمان كشف أنت ماشي بتسلمي على الناس؟ سيارة بسلم على الناس دايماً. بقول الميكس خدني على مكان والله بحب أسلم على كل الناس والله. الدكتور قال لي اسأل هذا السؤال وراح تختار السيارة. والله بحب أنا بحب مش المصاري بتيجي بدك تسلمي هيك هذا الجو جوها.
تيك توك ويوتيوب في إشي فيهم هيبة أكتر من الثاني ولا لا؟ والله شوف أمه نقطة ما فهمتهاش، إن وين لما أنزل هلا لو تنزل معايا للشارع ييجوا يسلموا علي نساء كبار. حلو. أنت تقول لي الهيبة لو اليوتيوب نطلع مع بنت يوتيوبر ييجوا يسلموا عليها الأطفال، فأنت شو تحس في الموضوع هذا؟ مش تحس كأنه التيك توك أقصد بالله أنا سادك مش تحس كأنه التيك توك يعني الهيبة يمشي وراك كبار ولا صغار؟ والله والله صغار ما عنديش، كلهم كبار، تجي مرة كبيرة تجي يعني كلهم كبار يسلموا. فاهم عليك. قالوا أنت اختار الهيبة، أنت اللي بتحضر قل لي شو الهيبة، يمشي وراك صغار أكيد يعني. قوية يا إخوان، قوية والله قوية. شو أكتر عملة بتحبيها بالمصاري؟ دينار تونسي. بس التيك توك بعطيك دولار ولا بتحوليها؟ بحاول تونسي يعني. بصيروا كثار إخوان الواحد إلا عند الفلوس كل إشي بأخذه عادي زي الناس، إلا المصاري بحولها على عملة بلده عشان مش فيها مزح. أكتب بصيروا دبل. تريبل. حلوين، تحس حالك معدي. طبعاً يا جماعة الخير، هدون ضحى كانت سريعة الحلقة وأنا حليتها ولا خفيفة سريعة. لطيفة ولا ما فيش فيها تعمق جداً جداً جداً. حابين نشوف الفني جزء من ضحى. الفني؟ يعني ليش الفني؟ وين ضحى فني؟ ميكس سنة مشكلة بعيني. طب عطينا واحدة جديدة زي ميكسة. كبسة سنة مشكلة بعيني. والله أحلى ضحى، انبسطت فيك كتير كتير كتير. ويور ويلكم بالاردن وكل اهل الاردن بحبوك والله. والله ما شاء الله عليك، حتى انت والله ما شاء الله. الله يسعدك والله، والله يوفقك. اي لاف يو جايز. شكرا. تونس، اي حدا من تونس. انا من الاردن. كبسه برعايه الكلحه هوانا فلسطيني صندوق الامان لمستقبل الايتام.